ضمن جهود وزارة الصحة الحثيثة لتطوير كوادرها التقنية والفنية، باشرت وزارة الصحة تركيب 4 أجهزة أشعة سينية حديثة تم توزيعها على 4 مراكز صحية، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع ب 400,000 دينار بحريني، وتم شراؤها ضمن برنامج الشراء المشترك لدول الخليج العربي الذي يعطي الكثير من المزايا، من أهمها تخفيض التكاليف مقابل جودة المواصفات. بتكلفة 400,000 دينار بحريني، باشرت وزارة الصحة تركيب 4 أجهزة أشعة سينية جديدة تتميز بالكثير من المواصفات الحديثة والمتطورة، خصوصا وإنها أجهزة رقمية بالكامل ذات دقة عالية قادرة على كشف المرض في وقت قصير وقياسي مقارنة بالأجهزة السابقة. هذا الجهاز ضمن مشروع استبدال مجموعة من الأجهزة الطبية واللي ترصد لها الوزارة ميزانيات سنوية ضمن خطة باستبدال، يا أما أن تكون الأجهزة قديمة أو أن تكون معطلة. طبعا احنا في هالفترة راح نستبدل 4 أجهزة. هاي الجهاز طبعا كونه حديث ومتطور، ف المرضى لما يدخل هاي الغرفة راح يكون التصوير فترة أقصر، يعني الأول يمكن الأجزاء الميكانيكية وحركتها وعدد مثلا احنا نسميها المستشعرات أقل، يمكن ياخذ فترة أطول، يعني لما يكون في اكتضاض من المرضى راح يصورهم بشكل أسرع. أجهزة متعددة الأغراض تتولى الكشف عن مختلف الأمراض بدقة عالية، يتم توزيعها على 4 مراكز صحية لتساهم بشكل كبير في تقليص الوقت والجهد على المريض وفني الأشعة. الجهاز يعطي صورة واضحة إلى بعض الأجزاء في الجسم التي ممكن يعني تشخيصها، يعني مثلا إذا كان في كسور المريض لا يمكن نحن نقوم عملية التجبيس، يمكن يكون رض عادي، فالكسور راح تبين بشكل واضح، التواءات العمود الفقري والمشاكل هل يحتاج المريض إلى علاج، مثلا احنا نقول علاج ميديسينز يعني علاج مجرد أدوية، والله يحتاج إلى فيزيوثيرابي، والله يحتاج إلى يعني مثلا جراحة، راح يبين في الصورة. فدائما احنا نسمي هاي الأجهزة التشخيصية اللي هي نون انفيسيف اكويبمنت، يعني الجهاز اللي ممكن يكشف داخل المريض بدون احنا ما يعني نعرضه إلى الخطر. جهود كبيرة ومضنية بذلها المتخصصون في وزارة الصحة لتهيئة أقسام الأشعة في المراكز المعنية بما يتناسب مع مواصفات الأجهزة ومتطلبات الشركة المصنعة والمقاييس العالمية. هذا الجهاز المتقدم سيكون له دور كبير في تقليص فترة الانتظار على المرضى بما يتميز به من تقنيات رقمية حديثة ومتطورة. خولة الجرينيس، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.